وردت الأحاديث النبوية الشريفة التي توضح الفضل العظيم وبركات يوم عرفة، منها إنه يوم المغفرة، يوم العتق من النار. ففي الصحيح من حديث أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو جل جلال الله ثم يباهي بهم الملائكة. وفي صحيح ابن حبان من حديث سيدنا جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الأيام يوم عرفة. نحن الآن في أفضل أيام الدنيا يوم عرفة. وفي رواية: ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة، ينزل الله تعالى إلى سماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء. قال أهل العلم: المباهاة هنا يباهي بهم، يعني المباهاة هنا تدل على الفرح والرضا عنهم، يعني نالوا رضا المولى سبحانه وتعالى، وهذا يعني تنزل الرحمات عليهم ومغفرة ذنوبهم. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اللهم لك الحمد كالذي نقول وخير مما نقول، اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي وإليك مآبي، ولك ربي تراثي، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر، اللهم إني أعوذ بك من شر ما يجيء به الريح. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. من رحمة الله تعالى الواسعة ومن نفحات هذا اليوم المبارك إنه تجد إنه من رحمة رب العالمين بالعباد في هذا اليوم العظيم إنه يوم مش عادي في إجابة دعائه. ورد في السنن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وذكر العلماء في معنى قوله عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، أي إنه في هذا اليوم أجزل في الثواب. ما أنت بتقوم بعبادة، الدعاء عبادة، أنت لما تقوم وتدعو الله سبحانه وتعالى وتسأله من خيري الدنيا والآخرة وتتذلل بين يديه وأنت العبد الفقير إلى الله الغني، أنت في الحالة دي في عبادة، ففي ثواب عظيم جزيل على أدائك في هذه أو قيامك بهذه العبادة. وكذلك من نفحات إنه خير الدعاء دعاء يوم عرفة إنه اليوم اللي فيه أعجل في الإجابة، كما إنه لا يخفى إن عبارة هذا الحديث لا تقتضي أن يكون الدعاء قوله: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، بل المراد إن خير الدعاء ما يكون يوم عرفة. أي دعاء كان، أي دعاء تدعو به المولى سبحانه وتعالى، لأنه من باب التعرض لنفحات الله، من باب تعظيم شعائر الله، لأنه كلام النبي عليه الصلاة والسلام وتوجيهات النبي عليه الصلاة والسلام ما هي إلا حظ للمؤمنين والمؤمنات على إن هم يجدوا ويجتهدوا في سائر العبادات، وكذلك على وجه الخصوص الدعاء في هذا اليوم. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: وخير ما قلت، إشارة إلى ذكر غير الدعاء،
يعني يستحب الثناء على الله قبل الدعاء، اللي هي آداب الدعاء اللي اتكلمنا عنها واللي بنذكر بيها من وقت إلى آخر. يبدأ الإنسان دعاءه بحمد الله والثناء على الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد كده يدعو الإنسان بما يشاء من خير الدنيا والآخرة، ويختم بذات الطريقة. وفي رواية أخرى بتبين فضل الدعاء في هذا اليوم، وهو ما ورد عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أكثر ما دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة في الموقف: اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، وإليك مآبي ولك ربي تراثي، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر، اللهم إني أعوذ بك من شر ما يجيء به الريح، اللهم آمين.